السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في موضوع جديد. موضوعنا اليوم هو أساسيات شبكات المناطقية المحلية وفق تكنولوجيا إثرنت، إثرنت لانز لوكال أريا نتوركس. كنظرة عامة لشبكات اللان، هذا المصطلح يشير إلى عائلة من المقاييس أو ستاندرات اللان التي تحدد معا الطبقة الفيزيائية والطبقة ربط المعطيات داتا لينك إلى معظم الشبكات المنتشرة بالعالم السلكية بهذه التكنولوجيا. نرى هنا شبكات لان النموذجية سمول أوفيس هوم أوفيس سوهو، وهي شبكات هذه الأيام نراها كثيرا، وبشكل خاص هذه الشبكات تعتمد على تقنية الإثرنت لان تكنولوجي فقط، وهي تحتاج إلى جهاز يدعى إثرنت لان سويتش مبدل لان وفق تكنولوجيا إثرنت، والذي يزود عدد كبير من البوابات إلى كابلات لكي تتصل التجهيزات ببعضها، كما نرى الكمبيوتر يتصل بالبوابة F01 الطابة F02 وكمبيوتر آخر وقد تصل 8 أو 16، ثم يتصل هذا السويتش براوتر لكي يعطي خدمة الانترنت لشبكة اللان كما نرى. هنا يظهر هذا الرسم أن الجهاز السويتش والراوتر جهازين منفصلين، لكن في كثير من شبكات سوهو نلاحظ أن هذين الجهازين قد يتم دمجهما في جهاز واحد في شبكات إثرنت لان هذه الأيام، وأحيانا تكون هذه الأجهزة تدعم أيضا اتصال الوايرلس في اللان، فيكون جهاز واحد يسمى وايرلس راوتر ويكون مدمج بداخله أكسس بوينت، وهذا هو الذي نراه منتشرا كثيرا في منازلنا هذه الأيام. فهذه الأجهزة الثلاثة قد تكون جهازا واحدا يقدم الخدمات، ففيه بوابات للسويتش وهو مدخل على الإنترنت أو مخرج إلى الإنترنت، ويدعم بداخله تكنولوجيا وايرلس فيه أنتين، حيث تستطيع تجهيزات كالتابلت أو الموبايلات سمارت فون أو اللابتوبات أن تتصل لاسلكيا، بينما أجهزة كالديسكتوب والطابعة تتصل للسويتش عن طريق البوابات بكابلات. بالنسبة لشبكات المؤسسات أو الشركات انتربرايزز لان النموذجية، طبعا هذه الشبكات إذا ما قرنت بسوهو نتورك فإنها أكبر بكثير من حيث الحجم، لكي تسمح للتواصل بين الطوابق فكل طابق يتصل إلى سويتش، ثم تتصل هذه السويتشات إلى سويتش مركزي يدعى Centralized Distribution Switch SWD حتى تتمكن من أن تتصل التجهيزات في الطابق الأول مثلا مع الطابق الثالث أو الطابق الثاني، ويكون ضمن أيضا توصل إلى هذه السويتشات في كل طابق Access Point لربط التجهيزات الموبايل المتنقلة، ويتصل المركزي السويتش المركزي براوتر ليصل إلى بقية الشبكة ربما في بناء ثاني، أو ليتصل بشركة مسود خدمة الإنترنت لتقديم الإنترنت لهذه الشبكة. فهذا مثلا نموذج وايرد أند وايرلس لان لمؤسسة في بناء واحد. المصطلح إثرنت طبعا يشير إلى عائلة كاملة من المقاييس، بعض هذه المقاييس تحدد وتوصف كيف يتم إرسال المعلومات عبر نوع معين من الكابلات وبسرعة معينة، بعضها الآخر يحدد القواعد أو البروتوكولات التي يجب على النودز إثرنت نودز أن تتبعها، يعني التجهيزات الموصولة في الشبكة كالكمبيوترات وغيرها حتى تتبع هذه القواعد لتكون جزءا من الإثرنت لان لكي تتفاهم مع بعضها وتتواصل. هناك أجهزة تستخدم الـ UTP Cabling وهي كابلات نحاسية، فتقوم نقل الداتا عبر دارات كهربائية عبر النحاس في الكابل، أو بعضها تستخدم الفايبر أوبتيك الألياف الضوئية وتكون أغلى أكثر طبعا، ويتم إرسال المعلومات كضوء عبر الفايبر أو جلاس فايبر بمركز هذا الكابل. أمثلة عن هذه الأنواع من الإثرنت، مثلا 10 ميجا بت بير سكند إثرنت
يسمى بكستاندر 10 بيس تي من 102.3، وهو نحاس يصل إلى 100 متر، 100 ميجا فاست إثرنت، 100 بيس تي، وله 802.3 يوكا بر 100 متر. الجيجا إثرنت 10 بيس الإكس كمان هو فايبر و5000 متر، في 1000 ميجا أو الجيجا بيت بالنحاس 10 بيس تي كوبر 100 متر أكثر مسافة يصل لها، والعشرة جيجا إثرنت 10 جيجا بيس تي من 102.3 اي ان نحاس ويصل حتى 100 متر. ألاحظوا أن هذه الاستندرات كسرعة وكمسافة هناك تنوع، وهذه أمثلة، هناك أكثر من هيك أيضا أنواع من الاستندرات أو المستخدمة الأنواع في الإثرنت بالنسبة للوايرد الكابل. طبعا الإثرنت يستخدم سلوك ثابت نفسه في الداتا لينك لاير بغض النظر عن الوسيط الفيزيائي الذي يتم النقل إليه. مثلا الإثرنت يتصرف كسنجل لان تكنولوجي، لأنه مهما كان نوع الكابل الموصول نحاسي أو ضوئي، فإن الداتا لينك لاير ستاندر يكون نفسه في كل أنواع الروابط الفيزيائية، ويحدد الفريم الذي له الهيدر والتريلر، سواء كان الكابل 10 ميجا يو تي بي كما نلاحظ، أو 200 أو 1 جيجا فايبر ومسافته 200 متر، أو 1 جيجا يو تي بي أو 1 كيلو متر فايبر بسرعة 10 جيجا أو 100 متر يو تي بي. مهما كان هو بهمه الداتا لينك بروتوكول هو إضافة للداتا إثرنت هيدر أند تريلر وإرساله إلى الطرف الآخر كفريم، إلى الديستينيشن نود كفريم، بغض النظر عن الوسيط الفيزيائي الذي يتم نقل فيه هذا الفريم. نلاحظ هنا الجهاز سويتش W1 يرسل 2 عبر فايبر 1 جيجا إلى سويتش 2، سويتش 2 يرسل عبر فايبر 10 جيجا 1 كيلو متر إلى سويتش 3، ثم سويتش 3 يرسل إلى الجهاز 3 بيو تي بي 100 ميجا، بينما الجهاز 1 أرسل بيو تي بي سرعة 10 ميجا، ومهما كان الوسيط فإن تنتقل كفريم من الجهاز رقم 1 إلى الجهاز رقم 3 عبر السويتشات والكابلات المتنوعة. يتم بناء شبكات إثرنت لان فيزيائيا باستخدام كابلات يو تي بي النحاسية التي تسمى تويستد بيرز، والإثرنت يقوم بإرسال الداتا عبر هذه الكابلات، والوسيلة الفيزيائية لإرسال هذه المعلومات تكون الكهرباء التي تتدفق عبر هذه الكابلات في داخل كابل يو تي بي. كما نرى هنا زوج من الكابلات يتكون من كابلين يقوم بتشكيل دارة مغلقة للإرسال من نود واحد إلى نود اثنين، وبالعكس نحتاج إلى زوج آخر للإرسال من نود اثنين إلى نود واحد. هذه الداتا التي ترسل بين التجهيزات تستخدم نفس القواعد في الترميز، حيث أن هذا الترميز بالنسبة للترانسميتك نود يتغير فيه الإشارة الكهربائية عبر الوقت، وعندما تصل للريسيفر يستخدم نفس القواعد لتفسيرها لأصفار وواحدات. هذه الكهرباء التي تتدفق عبر الكابل تخلق ما يسمى Electromagnetic Interference EMI، وهذا بسبب تشويش وبأثر على الإشارة بين الأزواج. لذلك هذا الكابل ويسمى كابل ويسمى كروستوك، وعبر جدل هذه الكابلات مع بعضها يساعد في إلغاء معظم هذا التشويش ويسمى EMI. إذا نظرنا إلى كابل اليو تي بي لينك من الداخل، مثلا ستاندرد 10 بيس تي وستاندرد 100 بيس تي تتطلب زوجين من الأسلاك، بينما الألف بيس تي يتطلب 4 أزواج، وكل زوج من هذه الأزواج يكون عبارة عن كابلين. هذه الكابلات تغطى ببلاستيك، ويكون هناك نموذج لترميز هذه الأسلاك بالألوان. مثلا الزوج أزرق يتكون من كابلين،
كابل ازرق وكابل ازرق وابيض مخطط. كثير من كابلات اليو تي بي ايثرنت تستخدم الار جي كونكتر، ار جي 45 كونكتر في الطرفين، وهو عبارة عن موصل بثماني مواقع فيزيائية يمكن ادخال الكابلات اليها وتثبيتها، تسمى بين بوزيشن او سيمبلي بين. نلاحظ هنا كابل اليو تي بي من الداخل وله موصلين ار جي 45، وهذا يتطلب في النود او الجهاز ان يكون هناك ار جي 45 بورت. الجهاز ممكن أن يكون سويتش او كمبيوتر. نلاحظ ان كل اذا عقده في الشبكه او جهاز يحتاج الى ار جي 45 ايثرنت بورت توافق الار جي 45 كونكتر في الكابل حتى يتم توصيلها اليه او قبسه، كما نرى هنا كرت الشبكه ايثرنت ان اي سي او بوابات السويتش، وهنا نرى كابلات ولها الجكات الار جي 45 ليتم توصيلها او قبسها في هذه البوابات. هناك نوع يسمى جيجا بيت ايثرنت انترفيس كونفرتر جي بيكس، وهو نموذج قديم كان يستخدم في توصيله الى السويتشات، وهو ريموفابل يعني يمكن وضعه او ازالته لنقل سرعات جيجا بيت، وهو اكبر من اس اف في. ظهر نوع احدث منه واصغر في الحجم يسمى سمول فورم فاكتور بلاجبل اس اف في، وهو بديل له وسرعته جيجا بيت، وهو اصغر في الحجم وياخذ مساحه اقل بالنسبه لكرت الشبكه او السويتش. النوع سمول فورم فاكتور بلاجبل بلس هو نفس حجم الاس اف بي يسمى اس اف في بلس، وهو يستخدم بسرعه 10 جيجا بيت، وهذا البلس تشير الى ان هناك زياده في السرعه مقارنه بالاس اف بي كما هو موضح في هذه الصوره. مثلا هنا هذا اس اف بي بلس ترانسيفر في احد سويتشات كاتاليست من سيسكو. بالعوده للحديث عن الكيبل يو تي بي، البين اوت بالنسبه لل 10 بي اس تي 100 بي اس تي في كابل اسمه ستريت ثرو كيبل. البين اوت فيه بتكون في مستقيم يعني واحد يوصل مع واحد، اثنين مع اثنين، ثلاثه مع ثلاثه، اربعه مع اربعه. في هذا النوع كل زوج من الكابلات ترسل في اتجاه واحد، مثلا البي سي يرسل من واحد اثنين الى واحد اثنين، الريسيفر سويتش على واحد اثنين، داتا فلو بهالاتجاه. السويتش بالعكس يرسل على 3 6، ويكون اتجاه الداتا فلو باتجاه البن 3 6 في البي سي اللي بيكون ريسيفر، فبالتالي كل تويستد بير يرسل باتجاه. وهذا هو استخدام زوج واحد في كل ارسال او اتجاه للارسال على هذا الستاندرد. حتى يستطيع كرت الشبكة الـ NIC Interface Card في الـ PC التواصل مع سويتش، لابد من استخدام كابل UTP نوع Straight Through Cable. فنلاحظ أن الـ Pin Outs في بورتات كرت الشبكة 1 إلى 8 موصولة على البورتات من 1 إلى 8، 1 مع 1، 2 مع 2، 3 مع 3، و6 مع 6. وفي الطرف الآخر الكونكترز بالكيبل بتكون كمان موصولة على نفس البنات لتصل إلى نفس البنات على بوابة السويتش. فبهذه الحالة بتكون البن أوس لستريت ثرو كيبل بالتن بيس تي 100 بيس تي اللي بيستخدم 2 بيرز من الكيبل اللي هو فيه 4 بير لوصل جهاز يرسل على بوابات او على بورتات او ببنات تختلف عن الجهاز الاخر. فمثلا نلاحظ هنا لاري في البي سي يرسل على البن 1 2 ويستقبل على البن 3 6، فبالجهة اليسار ليفت بيكون 1 2 ارسال 3 6 استقبال، بينما الرايت بيكون 1 2 استقبال 3 6 ارسال اللي هو جهة السويتش. يعني سويتش بيستقبل على البنز 1 2 وبيرسل على 3 و6. فنلاحظ ضمن الكابل اليو تي بي الزوجين المجدولين البنات 1 2 من الكارت الشبكة الان اي سي كارد، ان اي سي انترفيس كارد، موصولة على البنات 1 2 ببورت سويتش، و3 و6 بورت سويتش موصولة على 3 و6 بكارت شبكة الكمبيوتر.
وهذا هو ستريت ثرو. احيانا بيكون الجهازين برسلوا على نفس البنات، فبهذه الحاله لا يمكن استخدام ستريت ثرو كيبل، يعني وصل جهازين من نفس النوع. سويتشين، نلاحظ ان السويتشات ترسل على 3 و6 وتستقبل على 1 و2، لذلك عندما نصل السويتشين في الار جي بينز لازم أن تكون متعاكس، يعني 1 نصله ب3 و2 ب6 و3 نصله ب2 و6 3 نصله ب1 و6 ب2. هذا النوع من الكابل بسموه كروس اوفر اثرنت كيبل، ويستخدم عندما تكون النهايات ترسل على نفس البن بير، على نفس زوج البنات. ويستخدم ستريت ثرو عندما تكون ترسل على different pin pairs، يعني أزواج بنات مختلفة. بنلاحظ بالجدول 10 بي اس تي 100 بي اس تي انه البي سي ان اي سيز، كروت شبكة البي سي والراوترات والوايرلس اكسس بوينت، بورت الاثرنت انترفيس بالوايرلس اكسس بوينت ترسل على 1 و2، بينما ترسل الهبات والسويتشات على 3 و6. وبالتالي نلاحظ البي سيات في البيلدينج الاول موصولة بستريت ثرو كيبل إلى سويتشات، وموصولة بالبيلدينج 2 إلى بستريت ثرو كيبل إلى سويتشات، بينما السويتشات التي تربط المبنيين ببعضها لتصل الكمبيوترات تتصل بكروس أوفر كيبل. وهذا الاستخدام النموذجي لهذه النوعين من الكابلات. بالنسبة لـ UTP كيبلينج بين أوتس بالنسبة لستاندرد 1000 بي اس تي، هذا الستاندرد يتطلب 4 أزواج من الأسلاك، لأنه يستخدم إلكترونيات أكثر تقدما تسمح ب للطرفين أو النهايتين بالإرسال والاستقبال في نفس الوقت على كل زوج من الأسلاك. الجيجا بيت إثرنت كيبل كما هو موضح بالشكل ستريت ثرو، يوصل هكذا من 1 و2 و3 و6 و4 و5 و7 و8 ك4 بيرات إلى ما يقابلها في الطرف الآخر، عندما يكون جهازان يرسلان على نفس على بنات مختلفة. عندما يكون جهازان يرسلان على نفس البنات يستخدم كروس اوفر، حيث يوصل 1 و2 مع 3 و6 والازواج الجديدة 4 و5 مع 7 و8. نكتفي بهذا القدر وبهذا الجزء من هذا البحث، ونتابع الجزء الثاني في فيديو اخر. نرجو ان تكونوا قد استمتعتم، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.